سيتولى حسب النظام نائب الرئيس نواف التمياط مهام رئيس مجلس الإدارة إلى أن يتم عقد جمعية عمومية للتحضير للانتخابات وتعيين لجنة انتخابات ولجنة استئناف، ومن ثم يفتح باب الترشح. يعني إحنا ماشيين حسب النظام الأساسي وما تنص لوائح الفيفا والاتحاد الآسيوي. هل استقالتك الآن التي أعلنتها الآن مرتبطة بشيء بتسويه؟ أنا حاسس أنك أنت مش راح تطلع من الرياضة، يعني في طبخة بينك وبين أبو ناصر، إيش القصة؟ والله شوف، يعني الموضوع لا يخفى على احد. انا طبعا يعني قبل لانه قد يبدا امام المشاهدين او الناس انه عادل عزت يلا قالوا له مع السلامه. لا في حاجه انت طابخين حاجه، ايش بتسوي؟ انت استقلت ليه؟ يعني اللي يعمل مع تركي آل الشيخ يمشي هو رافع راسه امانه، لان الرجل داعم ومحب. يا اخي 3000 نعم. ايوه ايش ناوي تسوي؟ طيب انا قبل في حاجه، قبل اسبوع ابو بدر ما ادري اذا لاحظت انا انتخبت بالتزكيه كرئيس لاتحاد جنوب غرب اسيا. صحيح، وهذه خطوة مهمة. يعني المملكة العربية السعودية تستضيف هذا الاتحاد في مدينة جدة، وأنا تشرفت برئاسته معنا 14 دولة. فهذه خطوة مهمة للتوجه القادم، وأنا توجهي القادم وبدعم كبير ومساندة وتوجيه من معالي المستشار تركي آل الشيخ سأبدأ في التحضير ملفي لانتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي اللي راح تقام السنة القادمة. السنة القادمة 2019. نعم. إذن نكرر لكم الخبر مرة أخرى، عادل عزت يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويعلن الآن تقدمه للترشح للانتخابات المقبلة للاتحاد الأسيوي لكرة القدم. باب الترشح لم يفتح بعد، لكن مرشح محتمل. أنا مرشح محتمل، سأبدأ بتجهيز ملفي. طبعا هذا عمل اول مره المملكه العربيه السعوديه ستجهز مرشح لانتخابات رئاسه الاتحاد الاسيوي. صحيح صحيح، مهمه، يعني معترك صعب ابو محمد. بالتاكيد، بس يقف خلفك رجل اسمه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، ما تخاف، ما تهاب شيء، دعم غير عادي، والرجل يعني وثق فيه ثقة كبيرة، وهذه ثقة من أبو ناصر وثقة من الوطن وثقة من القيادة أعتز بها وهي تاج على رأسي. وأسأل الله عز وجل أن أكون يعني عند حسن ظنهم وأقدم ما أستطيع لوطني، فأنا جندي أكون طيب. في أي مكان. قبل ما أختم معاك أستاذ عادل عزت، نذكر أيضا المشاهدين مرة أخرى، عادل عزت يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي كرة القدم وتقدم في الانتخابات المقبلة للاتحاد الأسيوي لكرة القدم في العام المقبل. طبعا الموضوع يبغى له تحضير. سؤالي الأخير لك جوناس، كيف شارك حق الاتحاد؟ هذا آخر سؤال لك. أنا استقلت خلاص. لا ما استقلت، كيف شاركته؟ يعني شوف باختصار، يعني الاتحاد السعودي يمشي حسب اللوائح. ما كان فيها مجاملة لأحد؟ لا أبدا. ما كان فيها إخلال بالعدالة في مباراة نهائية؟ شوف أنت اليوم لا تستطيع أن تخل بالعدالة. أول شيء داخلي أنت في عهد سلمان بن عبد العزيز، عهد الحزم والعزم. الشيء الثاني، قوانين الفيفا صارمة ما فيها لعب، احنا ماشيين بأنظمة وقوانين. يعني شغلكم مضبوط 100%. آخر سؤال، عندي كلمة أخيرة. والله أنا أتمنى يفوزوا الاثنين. أتمنى الجميع منتصر، شوف الجمهور، شوف الفحة، بس حتكون مباراة شيقة أتوقع. كلمة أخيرة تقولها أنت؟ والله بدر أتقدم باعتذاري إن قصرت أو أخطأت أو أسأت، فإن أصبت فمن الله عز وجل ومن دعم القيادة ودعم أبو ناصر، وإن أخطأت أو قصرت فمن نفسي. أقول للجميع أشكر كل من عمل في الاتحاد السعودي، من أعضاء مجلس إدارة، من جمعية عمومية، من أندية، من موظفين، من أكبر واحد إلى أصغر واحد، المجتمع الرياضي كافة. أنتم الإعلاميين سامحوني إذا أخطأت على أحد أو صدر مني حاجة، فأطلب العذر والسموح من الجميع، وأتمنى من الجميع الدعاء لي في المهمة القادمة. المهمة القادمة ليست صعبة، لكن المملكة العربية السعودية برجالها إن شاء الله يستطيعون يحققوا المستحيل.